تخيلي لو الحاجات اللي بتفرحك بتعمليها من غير تعب، تاخدي أجازة مستنياها بقالك كتير وما تضيعيهاش في شغل البيت، ما تفكريش مرتين في خروجة مع صحباتك من غير رسالة طب شوفوا هناكل إيه، تجمعي العيلة عندك من غير ما تحتاري إيه اللي يتحط على السفرة. فيكتوريا جاية عشان تقولك خلي كل ده عليها، عشان عملتلك 5 أشكال مختلفة من المكرونة، بنة وسباجيتي وفيتوتشيني، وكمان مكرونة بني للرجيم، ده غير مكرونة بأشكال مختلفة للأطفال. مع فيكتوريا افرحي وخلي الباقي عليها. فيكتوريا أحلى مكرونة في مصر.